هذا البروتين هذا البايننج
يفضل موجود هناك طالما الكوليسترول كتير. اما يقل الكوليسترول يحصل ايه؟ يسيب المنطقه دي. مش هخش في الميكانيزم بقى، هقول لك الميكانيزم رابع كومبليكيتد فانا مش عاوز اخش فيه. المهم اما يقل الكوليسترول هذا البروتين يسيب الاندوبلازميك ريتيكولم ويروح عند الجولجي ابريتس عشان نطلع منه حته، هي الحته دي اللي هتروح للنيوكليس وهتنشط الجين بتاع الاتش ام جي كويلر. خلاص؟ عرفنا ليه هو بقى الستيرون ريجوليت اليمنت بادي بروتين بيشتغل كده. حد عنده سؤال في الحته دي او حاجه كتير؟ ها؟ حد عنده سؤال في موضوع الستيرون ريجوليتوري اليمنت بادي بروتين؟ اوكي. طيب يبقى كده موضوع بقى الريجوليشن اوف كوليسترول سينثيسيس ده، وهنبدا الكلام عن الكاتابوليزم اند اكسكريشن اوف كوليسترول. جزء كبير من الكوليسترول بيتحول الى بايل اسيدز، وطبعا بايل اسيدز كده بيعملوا بايل فولز وبينزلوا في الانتستنس، وفي الانتستنس بيحصل لهم دي كونجيجيشن. يعني ايه دي كونجيجيشن؟ يعني تفك الجلايسين او الدورين من البايل اسيد. هو البايل اسيد بيبقى كونجيجيتد مع الجلايسين او الدورين ويعمل بايل فولز. طيب هنفكهم من بعض. مين اللي بيعمل كده؟ الكسر البكتيريا يرجعوا على البايل اسيد تاني. وزي ما احنا عارفين البرايمري بايل اسيد هم كانوا الكوليك والهيرو ديوكسيكوليك، ودول برضه بالانتستر البكتيريا عن طريق 7 الفا دي هيدروكسيليز اللي موجود في البكتيريا بنشيل الويس بتاعت نمره 7 ويتفضل في الكوليك 3 و12 او في الكيلو ريكس كوليك يتفضل 3 بس. 3 و12 يعملوا دي اوكسي كوليك، 3 بس يعمل دي كوليك، ودول السكندري بايل اسيدز. وقلنا معظم البايل اسيدز دول بيبقوا ري ابسورد في التيرمينال اليوم. مهم قوي انها في التيرمينال اليوم ليه يا ترى؟ هي بيحصل لها في النص لها ابلكيشن. لها ابلكيشن ايه هو؟ الناس اللي عندهم كوليسترول عالي قوي ومش عارفين نوطيه، هنعرف بعدين من دول ممكن نعمل لهم ايه؟ نعمل ريسكشن للترمينال. ايه طب يعمل ايه بقى؟ مفيش ري ابسوربشن للبايل اسيدز، يقوم يحصل ايه؟ الكوليسترول يتحول لبايل اسيدز اكتر ويبقى سكريتد اكتر. فاذا دي طريقه طبعا حاجه مش كويسه ان انا اقطع جزء من الهيليوم، انما يعني دي طريقه كويسه وتعمل لي هايبو توطي لي الكوليسترول بشده. اوكي؟ ما بنقدر نحجزلهاش الا اذا كان مفيش فايده من العلاج. طبعا احنا قلنا من ضمن العلاج حاجه اسمها ستاتنز. ستاتنز دول كومبيتيتف انهبيتورز للاتش ام جي كويلر بكتيريا، لازم نعرفه كويس قوي. ها؟ في حاجه اسمها افورماستاتين مثلا، في سيمفاستاتين، في مجموعه كبيره من الستاتنز كلهم بيوقفوا الكوليسترول لانه بيعملوا انهبيشن للاتش ام جي كويلر بكتيريا. دول حلوين جدا بس لهم مشكله. ايه المشكله بتاعتهم؟ ممكن يعملوا ساعات مايل هيباتايتس وساعات مايوباثي. ساعات ايه؟ مايوباثي. طب حاجه غريبه ليه بيعملوا مايوباثي يا ترى؟ لان الاتش ام جي كل الاكتيف بيعمل ميبارولين مش كده؟ طيب والميبارولين انا بعرف فيها كوليسترول بس بعمل بيه حاجه ثانيه من ضمنها كوانزايم كيو. من ضمنها ايه؟ كوانزايم كيو. طيب لو الكوانزايم كيو ناقص يحصل ايه؟ الاي تي بي ال ده جزء هام جدا من الريسبيراتوري تشين. ها؟ اوميجا ال اي تي بي ممكن يحصل مايوباثي. اوكي؟ يبقى تفكروا كده لو واحد فعلا بياخد حاجه من الستاتنز دول عشان يوقف الكوليسترول وجاله مايوباثي. في ضعف العضلات وعضلاته بتوجعه وتعبان ومش قادر يعمل اكسرسايز. نعمل له ايه كعلاج؟ نديله كورزام كيو بس. نديله كورزام كيو يتحسن. اوكي؟ احيانا الهيباتكس تبقى جامده وانا خلاص مضطر اوقف الدواء، واحيانا الميوباثي لا تستجيب على اي حال اضطر اوقف الدواء. ولو كان مع كوليسترول عالي قوي يبقى الحل الوحيد ان اعمل ريسكشن للترمينال ايليوم. ايه مشكله رئيسيه يا ترى بتحصل للناس دول؟ اللي عندهم ريسكشن للترمينال ايليوم، ايه المشكله الرئيسيه اللي بتجيلهم؟ ليه ينهار بشكل غريب؟ كان بيتولد مش هروح البيت ولا ما هو اللي فورد فين؟ في التيرمينال. الريسبتور بتاع البيت 12 مع الانترنسك فاكتور موجود في التيرمينال. فحاجة بسيطة على اي حد بعد ما يعمل ريسكشن يجي له طعم فيتامين 12. احنا فيتامين 12 من الفيتامينز اللي بتعيش في الجسم، يعني ممكن ندي مرة كل شهر. مش محتاجين كل يوم نديله بي 12، ممكن نديله مرة كل شهر.
معلش احنا خرجنا عن الموضوع، نرجع تاني للموضوع بتاعنا. اوكي. فقول معظم الباي اسيتس بتبقى ايه؟ انفورد حوالي 98% و2% بس هم اللي بينزلوا في الستور. وبالتالي يبقى باستمرار احنا محتاجين نعمل ايه؟ نحول الكوليسترول الى باي اسيتس، بس الكميات مش كبيره. قد ايه يا طرف؟ بيحصل يوميا حوالي نص جرام. وانا قلت التوتال كوليسترول اللي بحصل عليه من الاكل ومن السنتسيس كام؟ 1 جرام. قلنا المتوسط من الاكل 300 مللي جرام، ومن الاكل وبنصنع بجسمنا 700. اوكي؟ طب لو زودنا اللي في الاكل يحصل ايه؟ التصنيع يقل زي ما قلنا، ما بيزيد الكوليسترول يقل السنتس. اوكي؟ بحيث ان الفاينالي هيبقى التوتال حوالي 1 جرام، تقريبا نصه بيتحول الى باي اسيد ويخرج. يبقى احنا يوميا محتاجين نحول نص جرام من الكوليسترول الى باي اسيد. اوكي؟ ده اللي بيحصل نورمال. طيب مين من البايل اسيد اكتر واحد ينزل في الستولز يا ترى؟ الفوليك اسيد ولا الكيلو ديوكسي ولا الديوكسي ولا الليفو فوليك اسيد؟ ليف فوليك اسيد اكتر واحد. اشمعنى؟ لانه ذا ليست سوليبل وبالتالي ذا ليست ابسورب. هو في الواقع زي ما خدت السنه اللي فاتت دي سميناه ليفو فوليك اسيد. لانه بيوجد في الجول ستونز. الستونز اللي بتتكون في الجول بلادر بيبقى فيها ليفو فوليك اسيد. احنا عارفين ليثوس يعني ستون. ليثوس يعني ستون، فهم سموه ليثوكوليك عشان لقوه في الجولد ستون. طبعا الجولد ستون فيهم حاجات ثانيه كمان انما تشمل الليثوكوليك. اوكي؟ طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت كل الباي اسيد دول يعادل امتصاصهم، قلنا 98% يروحوا الليبر يرجع الليبر يعمل لهم كونجيجيشن مع جلايسين او تورين وينزل لهم تاني في الباي في الانتستين تاني. سمينا دي انترو هيباتيك سيكريت. اوكي؟ طيب خد الورم الكبير اهو تقريبا النص. هو يقال حديثا ان هو اقل شويه من النص، انه يعني نقول النص بيتحول باي اسيد والنص بقى يحصل له ايه؟ ينزل از كوليسترول اند باي. في الواقع برضه زي ما خدت السنه اللي فاتت كوليسترول معناه ايه؟ باي ذا الكوهول اوف باي. كول يعني باي. كول سي اتش او ال يعني باي. التهاب الجول بلادر اسمه ايه؟ كوليسيستايت. كول يعني كوليسترول يعني الكول بتاعه. ففعلا الكوليسترول بينزل في البطن. وبعدين ينزل في الانتستين ويتعرض برضه للانتستين البكتيريا. وزي ما الانتستين البكتيريا بتعمل ريدكشن للباي اسيد بتعمل برضه ريدكشن للكوليسترول بس بطريقه ثانيه. بتشيل الدبل بوند اللي فيه بس. ما بتشيلش منه الاو اتش، لا بتشيل الدبل بوند اللي فيه فيتحول الى حاجه اسمها كوبروسترول. وممكن يكون قليل من كوليسترول، الاثنين دول ايسومرز في الواقع. الاثنين دول ايسومرز، دول الاثنين ستيريو ايسومرز. الكوبروسترول هو معظم الكوليسترول تحول الى كوبروسترول. ده في الفايف الهيدروجين كوبر نمبر 5 ان ذا بيتا بوزيشن، لو بقى ان ذا الفا اسمه كوليسترول. هل الكوليسترول بتعمله البكتيريا ولا بيتعمل ولا بيتعمل في الانتستين؟ الله اعلم. انما على حال هو قليل جدا من الكوليسترول موجود في الاستول. الكوليسترول هو الاساس. وممكن الكوليسترول اللي ما حصلوش ريدكشن هو كمان ينزل في الاستول. يبقى الاستول فيها كوليسترول وفيها كوبروسترول وفيها كوليسترول. ودول بنسميهم نيوترال ستيرول. نيوترال ده ان كونتراست تو ايه؟ المقابله لمين؟ للباي اسيدز. مش كده؟ الباقي كانوا ايه؟ باي اسيدز. قلنا النص تقريبا باي اسيدز والنص كوليسترول وكوبروسترول وكوليسترول اللي هم نيوترال ستيرويدز عشان ما فيهمش كاربوكسي جروب. بايل اسيد فيهم كاربوكسي جروب دول ما فيهم. اوكي؟ طيب احنا هنقول بقى ملخص الكلام اللي قلناه وخفيف عليه كلمتين صغيرين عشان في الاخر نقدر نستنتج اسباب حاجه مهمه جدا بنسال فيها كتير جدا اللي هي هايبر كوليسترولينيا. امتى يزيد الكوليسترول؟ احنا ليه مهتمين قوي بالهايبر كوليسترولين؟ بريديسبوزز تو اثيروسكليروز. عشان كده مهتمين بيها قوي، طب ايه اسبابها؟ هنشوف بس الاول ايه اللي بيحصل؟ احنا عارفين ان الليفر هو مصدر رئيسي للكوليسترول ولكن الانتستين كذلك مصدر اخر. ازاي الانتستين مصدر الكوليسترول؟ اولا الاكل ممكن يبقى فيه كوليسترول. انما حتى لو مفيش كوليسترول في الاكل لازم الانتستين تصنع كوليسترول. ليه؟ عشان الكايو مايكرو. لان احنا دايما عندنا فات في الاكل ان هنا فور
انما المصدر الرئيسي للكوليسترول في الدم، خدوا بالكم الكايوميكروز دول وجودها في الدم مش مستديم، ها؟ دول بسرعه بيتكسروا. يعني في الفاستنج ستيت هنلاقي كايوميكروز في الدم؟ لا، ما نلاقيش. امال نلاقي في الدم يا ترى؟ نلاقي انواع اخرى من الليبوبروتينز هندرسها ان شاء الله بعد الكوليسترول على طول، تشمل في ال دي ال، ال دي ال، اتش دي ال. ها؟ دول سمعنا اساميهم قبل كده، في ال دي ال يعني فيري لو دنسيتي ليبوبروتين، ال دي ال يعني لو دنسيتي ليبوبروتين، اتش دي ال يعني هاي دنسيتي ليبوبروتين. دول هندرسهم ان شاء الله بقول بعد الكوليسترول على طول. ها؟ دول فيهم كوليسترول. مين يا ترى اكثر واحد في الثلاثه دول فيه كوليسترول؟ ال ال دي ال. اكثر واحد فيه كوليسترول في الدم هو ال ال دي ال. والثلاثه دول موجودين في الدم باستمرار. كايلومايكروز موجودين امتى؟ بعد الاكل. بعد مثلا اربع خمس ساعات خلاص. كايلومايكروز كلهم اتكسروا. طبعا معظمهم بيتكسروا، انما عشان اضمن انهم اتكسروا تماما لازم يعني 12 ساعه من الصيام. 12 ساعه من الصيام اكيد مفيش كايلومايكروز. في الشخص الطبيعي انما في بي ال دي ال وفي ال دي ال وفي اتش دي ال، ومين اكثر واحد بيشيل كوليسترول؟ ال ال دي. اوكي؟ طيب الليفر بيعمل ايه يا ترى؟ الليفر بيصنع ال بي ال دي. اوكي؟ من ايه؟ من تراي اسيد جليسرول ومعاها كوليسترول ومعاها فوسفوليبيدز ومعاها بروتينات، كل دول بيعملوا مع بعض بي ال دي. وفي الدم بقى البي ال دي ال يتحول الى ال. اذا مين المصدر الرئيسي للكوليسترول بقى في الدم؟ الليفر. الليفر لازم يصنع كوليسترول عشان مع فرايس الكوليسترول يروحوا للدم على البي ال. انما كذلك بيصنع اتش دي ال، والاتش دي ال برضه فيه كوليسترول. وكل ده ان شاء الله هندرسه اما ندرس البلازما ليبوبروتين. اوكي. طيب الليفر بيصنع الكوليسترول من ايه؟ من اسيتيل كو اي. والاسيتيل كو اي ده جاي منين؟ ممكن يجي من الجلوكوز وممكن من الفاتي اسيد. مين يا ترى منهم معرض اكتر يدي كوليسترول؟ تفتكروا سؤال صعب شويه على التفكير. مين تفتكروا ممكن يدي كوليسترول اكتر؟ الاسيتيل كو اي اللي جاي من الجلوكوز ولا اللي جاي من الفاتي اسيد؟ الجلوكوز. الجلوكوز عشان الانسولين. طيب مثلا ايه؟ الارض. ها؟ مين يقول الجلوكوز اكثر؟ خدوا بالكم انا هسالكم ليه؟ ها؟ ما تبقاش بصوتك. طيب مين يقول فاتي اسيد اكثر؟ ما بيبقاش ايده خالص. اوكي. طيب نشوف بقى ليه؟ ها؟ اللي بيقولوا فاتي اسيد بيقولوا فاتي اسيد ليه؟ يتحد مع الغلوف مع الاكسالاسيتين اللي هي جايه من الجلوكوز، يعملوا سيتريت، والسيتريت تطلع بره وتتفك،
فاتي اسيد وتدي كذلك كوليسترول. سهل ها؟ انما بتاع الفاتي اسيد اوكسيديشن لا، لان دي الاسيد الفيتا هتخرج من الدايم الميتوكوندريا ما تقدرش تقعد. ما عشان كده بتعمل ايه؟ كيتون مريض وكيتون مريض اللي تقعد. ها؟ وفعلا الفاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل امتى؟ ستارفيشن الفاستنج. عندي فاتي اسيد كتير تكسر كتير تعمل اسيد الكويت كتير يعمل كيتون مريض كتير. اوكي؟ طيب نرجع للموضوع ده، هو ده سؤال صعب على حد ما يعرفوش ما يتعبش ده. اوكي بس انا عاوز اركز بقى هنا ان الكربوهيدرات الكتير مضره بتعمل كوليسترول كتير. اوكي؟ طيب الايبوكتيشو احنا عارفين محوش ايه؟ ترايس الجليسترول، ده بيكسر الى فاتي اسيد وجليسترول، والفاتي اسيد يخرج من الفات سيلز يروح للدم، وقلنا احنا بنسميه فري فاتي اسيد. طب حلو، هل هو فعلا فري؟ يعني هل الاسم ده اسم حلو ولا وحش؟ هل هو فري فعلا ولا مش فري؟ ايه المظلوم فري يا بنت؟ لا مش لازم مش ماسك مع جليسترول، انما هو ماسك مع ايه؟ البيومن، يعني it is not truly free. حتى في يوم ما قالوا لا بلاش نسميه فري فاتي اسيد عشان الاسم ده مش صح قوي، انما ما زال اسمه صعب. فسمي ايه ساعتها؟ نون استريفايد فاتي. سميه اسم اخر نون استريفايد، انما ما زال اسم فري فاتي اسيد مستعمل اكتر. انما علميا بقى اصول اسميه نون استريفايد ما تسميهوش فري. لان فري يعني مش ماسك في حاجه، هل هو مش ماسك في حاجه؟ لا ما ينفعش ما يمسكش لانه انفايد. فهو بيمسك في قلبي من زي ما احنا عارفين. انما المقصود بفري هنا ان هو نوت كونكتد تو جليسترول نون استيرفايد، لانه مسك مع جليسترول بقى استيرفايد، فهنا نون استيرفايد. طيب خرج الفاتي اسيد من الاديبوز تيشو وراح لليفر وهناك بنى تراي اسيد جليسترول. كويس؟ طبعا قلت الفاتي اسيد ده بيتاكس زي ما قلنا وبيدي انرجي وقلت منه بيدي كيتون وده استفاد عن الموضوع دلوقتي. انما جزء رئيسي منه بيتحول الى تراي اسيد جليسترول وده يروح للدم على ايه؟ في البي. ما هو عشان اودي التراي اسيد جليسترول للدم على غايه في البي لازم اصنع جنبه ايه؟ كوليسترول. لان البي ال لازم يحتوي على كوليسترول، كل البلازما ليبوبروتين تحتوي على كوليسترول. فاذا انتقال الفاتي اسيد من الادبوس تيشو الى الليفر ده بيؤدي الى فورميشن اوف في البي ال، وده بقول بيزود الكوليسترول في الدم. اوكي؟ طيب اذا اولا الاكل لو كان فيه دهون هيزود الكوليسترول في الدم، سواء الاكل فيه كوليسترول او ما فيش. زي ما قلنا ليه؟ لان الترايس الكوليسترول بتروح الدم لازم على كايلومايكرون ودي تستلزم بناء كوليسترول، او لو كان الاكل من الاصل فيه كوليسترول. الكربوهيدرات الكتير اللي في الاكل يروح للليفر هو زي بيديني كوليسترول وبيزود الكوليسترول. كويس. طيب وات ايلس نعرفه من الدياجرام ده؟ الكوليسترول في الدم على هيئه قلنا في ال دي ال وال دي ال واتش دي ال موستلي ال دي ال بيبقى ريهيت اب باي ذا ليفر. يعني هو اساسا بيروح للتيشو تديها كوليسترول والزياده تفضل في الدم يحصل لها ايه؟ الليفر يرجع ياخدها. عن طريق ايه بقى؟ في ريسبتور مخصوص لل دي ال ياخد ال دي ال في الليفر، وريسبتور مخصوص لل اتش دي ال ياخد ال اتش دي ال في الليفر. فاذا في ال دي ال ريسبتور و اتش دي ال ريسبتور على الليفر سيلز عند فاتوسايتس، ودي بترجع تاني البلازما ليبوبروتينز الى الليفر عشان نعمل بيه اللي احنا عاوزينه، نحوله بقى الى بايل اسيدز، نعمل له اكسكريشن ستارش زي ما احنا عاوزين. نعم. في ال دي ال اساسا الليفر بيعمله عشان يوديه للتشو، فما بيصحش احط له ريسبتور ارجعه تاني، لا ما ينفعش. هو في الواقع الغرض ايه من الفورميشن في ال دي ال؟ اني اودي تراي اسيد جليسترول في التيشو. على هي ال دي ال دي ال والتيشو هتاخد ال دي ال دي ال زي ما خدت الكايلومايكرون قبل كده. احنا قلنا قبل كده زي التيشو تاخد الكايلومايكرون مش كده؟ هنقولها تاني ان شاء الله برضه لما نتكلم عن البلازما ليبوبروتين، انما كمان بقول التيشو هتاخد ال ال دي ال هتاخد سوري تراي اسيد جليسترول من ال بي ال. ال دي ال بتعمل من ال بي ال دي ال برضه كل الاحيان لما نتكلم عن الميتابوليزم والبلازما دي. اوكي؟ فمفيش داعي دلوقتي نخش فيها،
والحقيقه ده السبب ان انا عاده كنت بدرس البلازما ليكوبروتينز قبل الكوليسترول. بس يعني كل واحده لها اكسبيرينس، كل سيستم له فوائده وعيوبه. لو كنا درسنا البلازما ليكوبروتينز الاول كانت بقت حاجه سهله بالنسبه لنا. برضه هناك هنلاقي لو عرفنا الكوليسترول الاول هيبقى حاجه مفيده، فيعني صعب تشوفينا. اوكي. المهم بقول الكوليسترول ده بعد كده بيأكسس ويديني بايل اسيد وتنزل في البايل على الفوق. وقلنا مين اللي بيساعد الكلام ده؟ الثايرويد هرمون. الثايرويد هرمون رئيسيه في هذا الموضوع. ونفس الكوليسترول كمان اللي ممكن ينزل في البايل. اوكي؟ ال دي ال بيدي فيشوز كوليسترول. انا بقول تاني الليبر بيعمل في ال دي ال علشان الترايسل جليسترول اللي هو بناها سواء هو اللي بناها من الاصل او غيره من اي حته ثانيه تروح للدم على هيئه في ال دي ال. والفي ال دي ال ده بيدي ترايسل جليسترول للتشو زي ما الكايومايكرو كان بتاعه. وبتتحول في الاخر الفي ال دي ال الى ال دي ال. وبعدين ال دي ال ده يدي كوليسترول للتشو. يدي كوليسترول للتشو. اوكي؟ طيب والتشو كوليسترول لو زاد ممكن ارجعه ازاي؟ بالاتش دي ال. ممكن ارجعه باك تو ذا ليفر على هيئه ايه؟ اتش دي ال. يبقى ال دي ال بيدي كوليسترول ريديشن والاتش دي ال بياخد كوليسترول ريديشن. برضه ده هنقوله اما ندرس الميتابوليزم اوف ال دي ال و اتش دي ال. اذا مين فيكم يا ترى انا افضل انه يبقوا عالي عندي يبقى في منه كتير؟ الاتش دي ال بالظبط كده. ها؟ حتى ساعات كده يعني كلام عامي نقول عليه ذا جود كوليسترول. الجود كوليسترول الكوليسترول اللي بيتشال على الاتش دي ال لان ده يمثل ايه؟ كوليسترول جوينج باك فروم تيشوز تو ذا ليفر. والليفر يتعامل معايا بقى مفيش مشكله عندي. خلاص؟ في حين الكوليسترول اللي بيتشال على ال دي ال بنسميه ذا باك كوليسترول. ليه؟ لان ده رايح للتيشو. ده اللي التيشو هياخده ممكن ياخده غصبا عنه. ها؟ ويعمل له اثيروسكليروسيس زي ما قلنا قبل كده. اوكي؟ طيب كده بكده الصوره اكتملت ممكن نشوف بقى اسباب الهايبر كوليسترولينيا. أول سبب ضعف الأكل. إيه بقى في الأكل يا ترى يعمل لي هايبر كوليسترولينيا؟ زيادة الكربوهيدرات في الأكل، زيادة الفات في الأكل، زيادة الكوليسترول في الأكل. أي واحد من الثلاثة دول زيادة هيعمل لي هايبر كوليسترولينيا. أوكي؟ طيب إيه الأسباب؟ نبص كده على الأسباب قبل ما نستأنف لأسباب الهايبر كوليسترولينيا الأخرى. الاسباب ان الكربوهيدرات الكتير اللي في الاكل اولا هي سبلاي اسيتيل كو اي ذات كان بي يوتلايز تو سينثيسايز كوليسترول. وفي نفس الوقت الكربوهيدرات اللي في الكتير تعمل ايه في الانسولين؟ يزيد. والانسولين قلنا بيعمل ايه في الاتش ام جي او اي لاكتيز؟ بيعمل له اكتيفيتي. وبالتالي الكربوهيدرات الكتير جزئيا بانها بتزود الانزيم اكتيفيتي بتاعت الاتش ام جي او لاكتيز ذا كيل انزيم وبتسبلاي اليونتس اللي ببني منها كوليسترول. الفاتس بالاخص لو كانت ساتوريتد بتزود الكوليسترول. لما الفاتس عموما هتزود على ايحاء. ليه؟ لان هكمل في ال دي ال. والبي ال دي ال يحتوي على الكوليسترول وفي الاخر بيتحول الى ال دي ال اللي هو ريتش الكوليسترول. طبعا التحول ده كله هنعرفه بعدين. الفات كمان بيسبلاي اسيت الكويت. صحيح لوحدها ما ينفعش تخرج من الميتوكوندريا انما في وجود كربوهيدرات جنبها هتخرج بسهوله وتساعد على برضه الكوليسترول نفسه في الاكل طبعا هيروح للدم على الكايرومايكرو والكايرومايكرو بعد كده الكوليسترول بتاعها هيروح للليفر ويزود الكوليسترول في الجسم. ولو فضلت الكايرومايكرو في الدم في بعض الاحيان زي ما هنشوف بعدين يبقى الكايرومايكرو والكوليسترول هيزيد في الدم. اوكي ادي اول مجموعه من الاسباب وعرفنا تفصيل السبب. كويس فاضي يا سيدي. مجموعة من الأسباب سببها إيه؟ excessive mobilization of fat from adipose tissue to the liver. الفات الكتير نتيجة إيه؟ lipolysis كتير. lipolysis كتير. lipolysis كتير في adipose tissue يخرج الفاتي أسيد قلنا في الدم بنسميها free fatty acid وهي ماسكة في الميومن بس برضه بنسميها free لأنها not extrified. تروح للليفر كتير تعمل triacyl glycerol كتير يروح للدم على الدي ان دي ال كتير وفي كوليسترول. يبقى كده زودنا الكوليسترول اللي رايح الدم. طب ايه بقى الاسباب اللي تزود الموبيلايزيشن اوف ترايسل جليسترول
from adipose tissue to the blood to the liver. Fast. يعني ده عامل ثانوي انما ماشي. لو انسولين. لو انسولين بالظبط كده. لو انسولين. دايبيتس يعني. دايبيتس سواء سببها لو انسولين او سببها جروث هرمون زي ما قال جميل. ها؟ ريلاتيف او ابسولوت انسولين ديفيشنسي. يعني دايبيتس باختصار. ليه؟ احنا عارفين ايه تاثير الانسولين على الليبوليسيس؟ انهبيشن طبعا. انهبيشن. ها؟ فاذا لو الانسولين ناقص سواء ابسولوت او ريلاتيف هيزيد الليبوليسيس. يبقى يزيد الموبيلايزيشن اوف فات فروم الليبوستيوت تو ذا ليفر. وهناك يعمل ترايسيكليترول ويعمل بي ال ال وبالتالي الليبر يطلع يعمل معاه كوليسترول. طب ايه غير الدايبيتس يا ترى؟ اوبيسيتي اكثر حاجه. لان الاوبيسيتي معناها ايه؟ معناها في فات كتير في اديبوس تيشو كتير يبقى يطلع ترايسيكليترول كتير ويطلع فاتي اسيد. يبقى الاوبيسيتي من الاسباب اللي تساعد على حدوث الهايبر كوليسترولين. طب ايه كمان يزود الليبوليسيس؟ ها؟ الكوفي درينكينج والسيجر سموك. ليه الكوفي درينكينج؟ كافيين. كافيين ولا بيعمل ايه؟ انتبه ليه؟ فوسفولايستريت لو سايكليك ان بي يبقى ينشط الهرمون سنسيبليفيز. يبقى ينشط الهرمون سنسيبليفيز. الكافيين اللي موجود فيه الكوفي والى حد ما في والسيجر سموكينج كمان. لان السيجر سموكينج بيعمل ايه؟ بيزود الانفيرفرين سكريشن. ها؟ لان السيجر فيها ايه؟ نيكوتين. والنيكوتينيك اكشن بتاع فاكرين النيكوتينيك والماسكارينيك اكشن؟ ها؟ النيكوتينيك اكشن بتاع ايه؟ النيكوتينيك اكشن هو الاسيتيكولين. لا ما هي السكر فيها نيكوتين. ها؟ والنيكوتين بيعمل النيكوتين الكالشيوم بتاعها ايه؟ ايه اللي بيعمل النيكوتين الكالشيوم؟ اسيتيكولين. 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 هو اسيتيكولين يا ولاد. اسيتيكولين هو اللي بيعمل النيكوتين الكالشيوم واسكارين الكالشيوم. ها؟ النيكوتين الكالشيوم اللي هو عند الترمينال اللي طلع من السيناء. والماسكارينيك بتاع اللي بقى طالع بوست جانجليون بري جانجليون كان اوكي. فالنيكوتينيك اكشن بتاعه يعمل ايه؟ يزود السكريشن او الابرين الابرين وبالتالي يعمل لي فرصه ادرينالين الابرين يزود الادرينالين سايكليز يزود سايكليك ام بي بيزود الايه؟ الفرصه. فكل دي اسباب تعمل الفرصه. اللي بارسس كتير زي ما اتفقنا سواء في الدايابيتس سواء كان في السنين اللي فاتوا وايه كمان وكالس كمان النيفروسيس. تعرف ايه النيفروسيس ولا لسه؟ لسه انت لسه ما خدتوش كيدني في الفيزيولوجي مش كده؟ على فكره كيدني المفروض كنتوا تاخدوها في اخر سنه اولى بس دايما في اخر سنه اولى ما بتلحقوش. طبعا لو تاخدوها في اخر سنه اولى كان هيبقى شيء مفيد جدا فيه. لان يعني لو كنتوا لاحظتوا كتير جدا اتكلمنا عن كيدني وبتاع يعني على ايه؟ المهم بعد كده ان شاء الله انا كلمت مع الدكتوره مان مره وهتاخدوا الكيدني هياخدوا اخر سنه اولى او يعني لو ما لعبوش يبقى اول سنه تانية. ها؟ يعني على كده. نفروسس ده نوع من الكيدني ديزيز بيحصل فيه ايه يا ترى؟ بيحصل فيه ماركت لاس اوف بروتين في اليورين، ماركت بروتينوريا. نورمالي تقريبا ما فيش بروتين في اليورين. يعني فيو ملي جرام. ها؟ انما في البروتينوريا ممكن دوس مثلا تفضل 10 جرام، 15، 20 جرام اوف بروتين في اليورين بير داي. يوميا تفضل هذه الكميه الضخمه من البروتين. طب دي تعمل ايه؟ تعمل هايبوبروتينيميا مش كده؟ طب والهايبوبروتينيميا تعمل ايه في البلاد فوليوم؟ هايبوبوليميا وبالتالي ده بيعمل ستيميليشن للسيمباثيتك وبيزيد السيمباثيتك ديسشارج وبالتالي برضه بيعمل ليباليسيس. ها؟ دي كلها اسباب تزود الليباليسيس في الاديبوز تيشو وبالتالي الفاتي اسيد تروح للليفر كتير تعمل ترايسل كوليسترول كتير في ال بي ال كتير وبالتالي الكوليسترول يزيد في الدم. كل دي اسباب للهايبر كوليسترولينيا. اوكي ممكن نستنتج ايه تاني بقى؟ احنا عرفنا خلاص الدايت ها وعرفنا الحاجات اللي بتزود الليبر ممكن
مستنتج ايه تاني يعمل لي هايبركوليستيريميا يا اولاد من الدايركت ده؟ هايبركوليستيريميا برافو. نتيجه ايه؟ الثيرويد هرمون مهم في تحويل الكوليسترول الى بايل اسيد، وده قلنا ميجور باث واي فور ذا اكسكريشن اوف قلنا تقريبا كده نص الكوليسترول بيتحول بايل اسيد وينزل في البايل على البايل اسيد ونقص منه الطريق. فاذا لو في هايبرثيرويدزم ايوه فعلا مش هيتحول الكوليسترول بايل اسيد او هيقل هذا التحول وبالتالي الكوليسترول يزيد في الدم. تمام؟ ايه كان الوضع من الدايجرام بقى؟ فاضل لسه سببين. لو الريسبتور ده ناقص مظبوط، لو الاي ال ريسبتور ناقص يبقى الاي ال اس مش هيتاخد بالليفر وبالتالي هيزيد في الدم. وده اكتر سبب يزود الكوليسترول. مش اكتر من ناحيه الانسيدنس من ناحيه الحدوث، لا اكتر حاجه تعمل هايبر كوليسترول. هنشوف دلوقتي الكوليسترول في الدم نسبته في البلازما من 120 ل 240 ملي جرام بر ديسيلتر كل 100 ملي لتر او بلازما او سيرم، فيهم من 120 الى 240 ملي جرام او كوليسترول، ويستحسن يبقى اقل من كده كمان، اقل من الاثنين. انما بقول النورمال من 120 الى 240. كويس؟ الناس بقى اللي عندهم نقص في الريسبتور ده ممكن يوصل الكوليسترول في الدم الى 800 او 1000. يعني كميته ضخمه جدا، 4 إلى 5 امثال طبيعي. ودول يا اولاد بيجي لهم اثيروسكليروسيس ات فيري يونج ايج، يبقى عنده مثلا 10 سنين وعنده اثيروسكليروسيس. ها؟ طبعا معتاد الاثيروسكليروسيس بيحصل في الناس الكبار على ما الكوليسترول يبقى اكيوليتنج ويحصل منه اثيروسكليروسيس. انما ده بقول الكوليسترول بيوصل لارقام عاليه جدا لو في نقص في الهيل دي الريسبتور. اوكي؟ كويس، وده بنسميه فاميليا الهايبركوليسترولين. هندرسه برضه بعدين ان شاء الله، هنتكلم عن البلازما ليبوبروتينز. اوكي؟ ده بنسميه تايب 2 فاميليا الهايبركوليسترولين او تايب 2 هايبرليبوبروتينين، هندرسه بعدين. في كمان تايب 3 هنعرف عنه برضه بعدين. نتيجة نقص في حاجة اسمها أقوية سيبتر هنسمع عنه برضه بعدين. المهم فاضل سبب اخير بس هكتبه من الدايجرام ده يعمل هايبركوليسترولينيا. لو اتقفل الفالف، لو اتقفل الفالف يحصل ايه؟ لا الكوليسترول هينزل ولا البايل اسيد هتنزل، وبالتالي هيزيد الكوليسترول. يعني في علاج اوبستراكتيف جوندس، ها؟ في الاوبستراكتيف جوندس اوبستراكشن بايل اسيد هيزيد الكوليسترول ويحصل هايبركوليسترولينيا. اما نعمل اوبستراكشن يحصل ايه؟ هتزيد البايل اسيد صح؟ هتقلل الكونفرجن اوف بايل اوف كوليسترول في بايل، هتقلل الكونفرجن اوف كوليسترول في بايل. التأثير مش قوي كفاية، مش قوي كفاية. اوكي؟ يعني هيظهر الكوليسترول عالي. طيب كده احنا درسنا اسباب الهايبركوليسترولينيا من الدايجرام ده. هنتكلم عموما عن البلازما كوليسترول. قلنا نورمال من 120 ل 240 ملي جرام في الديسيليتر، 30% فري و 70% استريفاي. فري يعني ايه استريفاي؟ يعني شابت فيه فاتي اسيد، ها؟ شابت فاتي اسيد في الكوليسترول فين؟ في الاو اتش بتاعت نمره 3. هي في او اتش نمره 3 بيشبك فيها فاتي اسيد يبقى اسمه استريفاي. طيب فاكرين الاستريفيكيشن ده كيف يتم؟ ايوه برافو عليك، عن طريق ليتسن كوليسترول اسيد ترانسفيريز. ها؟ خدنا الكلام ده في الفوسفوليبيد ميتابوليزم، قلنا في انزيم بيشيل فاتي اسيد من الوسط اللي هو نمره 2 في الليتسن ويجي للكوليسترول. فالليتسن يتحول الى لايسوليتسن ويمسك في الالبيومن، وفاتي اسيد يمسك في الكوليسترول ويعمل كوليستراليزم. اوكي؟ طيب انا بقول النورمال صحيح، يعني لما اجيب مجموعه كبيره من الناس هلاقي الكوليسترول عندهم يتراوح من 120 ل 240. انما يا ترى احنا بننصح ان الكوليسترول يبقى قد ايه؟ يكون اقل من 200. بننصح الناس دايما ان الكوليسترول بتاعهم يكون اقل من 200. يعني لو كان 140 لا اقول له احسن نقلله شويه. اوكي؟
70 ملي جرام فبريسيليتا، والبي ال دي ال بيشيل من 10 الى 30 ملي جرام فبريسيليتا، ده نورمال. اوكي؟ زي ما قلنا من شويه ان ال دي ال ينقل الكوليسترول الى التيشو، وبالتالي يعتبر اثروجينيك، وعشان كده قلنا سميناه ده باد كوليسترول، هو اللي كان في ال دي ال. في حين ان الاتش دي ال يشيل الكوليسترول من التيشو الى الليبر، فيعتبر انتي اثروجينيك، يمنع الاثروجينيك. وده بنسميه ريفرس كوليسترول ترانسبورت. ريفرس كوليسترول ترانسبورت، يعني هو بيمشي الكوليسترول بالعكس، بيرجع من الاشرز الى الليف. اوكي؟ طيب هل يكفي يا ترى اقيس التوتال كوليسترول في الدم عشان اعرف يا ترى الشخص ده معرض للاثيروسكليروسيس ولا لا؟ ما لازم نشوف قد ايه من الكوليسترول متشال على الاتش دي ال، وقد ايه متشال على الال دي ال، وقد ايه متشال على الال دي ال. عشان يعني اقدر احكم هل يا ترى الكوليسترول ده بيعرض الشخص للاثيروسكليروسيس ولا لا؟ بمعنى لو واحد الكوليسترول بتاعه ممكن يبقى 250 ولكن الزفارت كانت واي اتش دي ال 100، ده كويس، يبقى هادي ما يبقاش وحش، رغم الكوليسترول العالي ده اعلى من الطبيعي، مش كده؟ انما ستيل معظمه ايه؟ اتش دي ال، يبقى ده اللي بيرجع الكوليسترول باك تو ذا ليفر، فده يبقى كويس ما يبقاش وحش. طب اذا عشان نعرف الكوليسترول اللي في الدم ده كويس ولا وحش نعمل ايه؟ نقيس النسبه بين ال ال دي ال كوليسترول وال اتش دي ال كوليسترول. اذا كانت النسبه دي اقل من 4 فاقل يبقى كويس، انما لو اكثر من 4 لا، يبقى ده معرض للاثيروسكليروسيس. وفي رينج بقى بقول ده مثلا معرض نص الطبيعي او ضعف الطبيعي او ثلاث امثال الطبيعي على حسب الريشيو دي قد ايه. مش مهم نحسب الارقام دي فقط. اوكي؟ او نقيس التوتال كوليسترول بالنسبه لل اتش دي ال كوليسترول بره. لو كانت النسبه دي 4.5 فاقل يبقى كويس، اكثر من 4.5 يبقى برضه معرض للاثيروسكليروسيس. وده بنسميه استروجينيك اندكس. احنا عارفين ان الاندكس يعني مقياس. ده مقياس تعرض الشخص للاثيروسكليروسيس. اوكي؟ طيب ايه تعريف الهايبركوليسترولينيا؟ يبقى كوليسترول اكثر من الطبيعي، اكثر من كام؟ من 240، ده بالتعريف. انا بقول صحيح ريكومندد ان يكون اقل من 200 200 باخر، ولكن بقول مش هقول عنده هايبر كوليسترولينيا اذا كان زايد عن ال 240 اللي هو ابر نورمال ليفل. خلاص قلنا ان الاسباب طبعا بتاعته وشرحناها، هايبوثايرويديزم وشرحناه، دايابيتس ماليتس واوبيسيتي وكوفيد درينكينج وسيجرت سموك